اقول يا اخويا بدينا 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 صبر بالله. اما قال لك بابا تعب اللي بغى تشوفه قدام العالم والمشاهدين. مالك يا صاحبي؟ خوتي انا بنت كان وهيجات الفيديو هذا بس نرفع عينها دخولة نصل ياخذ كل المايك باش ولي يدير لك كاع الفيديوهات. لا كل شغل ديال الفيديوهات انت ما كتبقيش ديرني. يا والله اخر بعد داير حالها يا اخويا كتشبيها. مالك؟ وحول حياتك الى جحيم، راني كنعيش في المغرب. ديزولي بيبي. حول حياتك الى جحيم، راني عايش مع جمال الفا. هاك حبيبي تعني طار ب 1000 حياة ديال لوي. غنضربك في هاد الحلقة. ضربك انت لقد تخزز علام زعما انت واعر. غنضربك في هاد الحلقة الا ما سكتيش. القراية ديال القاسم، لا القراية ديال القاسم كيلو حورقة ديال الوسخ في السلة ديال الزبل. الكوسالة ديال القاسم. جمال أنفك وطلع عزوة. ما تكونش عنصور يا صاحبي. أنا كندير تشوف أنا كنتشيك فيه تمسح هذا غدا في السلاح. شو بغيت حرق الدواسة في هاد الحلقة ولا شنو؟ قال لك بجوج بيضات تقدر يصنع ثلاثة الحلوات. يا برا الفران اللي مريقل. بنادم باقي غالط. فاش كت فاش تتسنى كلشي ينعس باش ديري لي قانون. سيري لما تبدا شي ميمو جاوي تمشي عندك شي جن. قانون جلب الحبيب. ديري سبعة الشمعات وكدا وتخيلي راسك راه معاه وراه كيفكر فيك يقدر يصوني عليك. العز العز ياسين حموش شكرا شكرا خويا جمال. العز اخويا العز تصويره ناضيه. واش مليت كان مرضي؟ ماك راه تصويره واعره. اشي فاكر بغي سمعه مقرب غيدير لها الضل ويطلع وجهك. بلاتي والتسيير اصاحبي. شوف دابا لك صاحبي شوف الفم. شكرا اخويا شكرا. شكرا شكرا لهاد الحديده اللي كانت كتبرد يدينا فاش كنا كناكلو صلخه. كيفاش هاد البرانير؟ شوف انت الجيل الجديد ما عندكمش هاد الطاويلات هادو والمعلوماتكم اخوتي. انا فاش كناكل العصا مع قليل فاش كناكل العصا من عند الاساتذه بداك التيو ديال البوطه ما كنتش كنحط يدي تما حيت تتحرقني. اللي كانت كتحرقو يدو ملي كياكل العصا وكيحط يدو على الحديده وكتشعل فيه العافيه يقول اخوتي. ما كنتش كنبرد يدي تما حيت كانت مازال كتزيد تحرقني. بانوا الكساله بانوا الكساله. سيب ما طلعت يا اخي مطنك. اللي داير قناه في اليوتيوب وجالس يتقاتل فيها يبان لك مجتهد. كاس لقى الاساتذه انا جالس ترونكل في القاسم الاستاذ. ملي كتوقع لك شنو كدير؟ كنلقى حاجه عليا السيلو. اللي داك يهرب ليا اخوتي. سلام عافاك بغيتك تدوز. هذا مسكين راه كيحماق عليك وديما كيتفرج فيك. العز العز خويا شكرا. بالسيف ما كيحماق عليك باينه طاير ليه ولدي. هذا ضرب مر ليل وخارج تصبر ديال زعما ديال الميل وما نطيحوش علاسكا. اسكت يا صاحبي. باش تشوف هذيك اللي كانت الكراج ديالك فاش كانت عندك 5 سنين. يعني ديال ما كنت كنحلم نولي سوبرمان على قبلها. ولكن ماشي كلشي ماشي كلشي. بعض المرات كتكون هذيك اللي كانت خايبه وكدا وشعارها مشعكه وكدا كتولي بحال شي موديل اخاي. انت غادي تهز القلب اخاي. اي يعني لا تتسرع يا اخي. لك غادي تولي سوبرمان ولي على سوبرمان بعدا على وجه الوالده ديالك فهمتي. تهلا في الوالدين وكدا وهادي فهمتي. عندك ساعه قول اما تولي سوبرمان على ود الدريه راه ما خدامش هادشي. اي يا سوبر حاده سوبرمان حبك. بغيت شي بنت ما يكون بيني وبينها والو. تبقى تسولني كيف داير مع الخدمه يا حبيبه. دخلتي للدار حبيبي تعشيتي بيبي نعستي بيبي نعطيها 3000 درهم في الشهر. ضروري تكون بنت اخويا. زعما ضروري يكون بنادم يكون شنو بنت اخويا. ابحث عن زوجة تتحمل الفقر والجوع والعطش والبرد والحر والايام الشاقة. اين اجدها؟ شوف لك ناقة. بتارج ليت اخوتي بتارج ليت نكون واقعيين. بعض الناس كيوضعوا واحد الشروط باش يختار واحد الزوجة بحال مثلا واش تقبلي تيدير واحد التصويره ديال واحد البلاصه دار خربه ما فيها والو واش تقبلي تعيشي معاه تيحطها في الجروب باش زعما يشوف البنات اللي غيتفاعلوا معاه وكذا وهادي باش شي وحده تقول لي انا قابله وكذا وهادي. الشريف انا نقولك واحد الحاجه. نعطيك انت مثلا 500 درهم 500 درهم عندك في الشهر تقبل تعيش بها حياتك كامله ها
نعطيك مثلا اخويا 1500 درهم في الشهر تقدر تبقى عايش بها حياتك انت كامله. غتقول لي ما كتكفانيش انا ها وبغيتي هي تكون كتستحمل الجوع والعطش وكذا، شنو واخد انت كلبه واخد حمارة غتزوج بها ولا تخدم على راسك واش يقهرونا يا صاحبي، خاصك تصبر معايا وكذا، بحال اللي جايب عندك شي بحال اللي جايب عندك شي حيوان خاصك تحرت عليه. الاخوان بلا داك العمق كذا وكتبقاو ديروا في الجروبات وكذا، راه حتى البنت راه هي بنادم، راه هي بنادم ما قالتش على الزواج سير تكمش اصاحبي، ما تقدر فيها زعما العمق وكذا. انت اصاحبي 1000 ريال والله ما تكفيك في نهارك بالله. خونا اللي كيمشي لمحكمه الاسره باش يسمر على المطلقات، احنا باقيين فيا صاحبي. انت كتشوف اصبري دابا يجيبك الله شي ولد الحلال وكذا، ها مرتي حتى شي حاجه مرحبا تلقى عنده شي 60 نمره ديال المطلقات، وتقدر شي وحده فيهم تكون مسخوطه الوالدين ديك الساعه تشدك ما ترحمكش. الله يرزقنا شي مطلقه يلاه شاد الولد. الله يعطيك الحبس. اسمح لي غلطت وصيفط لك تصاوري بالغلط. اش من تصاور اختي؟ واصبر راك وانا كسيو ثقيله. هذه باينه مزغوطه فيها خير. انت اللي عندك وانا كسيو ثقيله، حيت الناس ان فوا قريت عليهم فهموها في الطياره. انا قريتها في الشفا المنجح حتى انا عندك واحد شوف ثقيله. لا دير فيها عمق، انت اصلا مكلخ. انت مكلخ اللي تجي كل لحظه وكيبات بالحديده. محدايا بحكا في امك اصاحبي ريحتك خانزه. ماشي شي حطوها غدا ملي قالت لي لا يا صاحبي كاين الصابون. دوز اخويا دوز دوز قبل ما نوليو في شي حاجه خايبه دوز. اش باك كيغمز الحلاق؟ قر عليه. الدراري اللي تبوكسو هي مات الكوليج، اش خبار الصلعه دابا؟ هيا كتسلم عليك، هيا كتسلم عليك ابا. طلعتني التيمم، تهاجمت الطبيب. الشرطه تيرات في مجرم، الطبيب اعتقدك المجرم، القاضي حكم على المجرم بالاعدام، الطبيب. تيحول ما في الرمله. ما خدمه ما تا وزاد. يضحكوا علينا، خليه يموت اصاحبي. المهم راه ادى الواجب ديالو فهمتي، وداك الشيء اللي تيبغيو زعما يديروا التحقيقات وكذا. انت راك مريضه صاحبي تتبين متناقضه صاحبي. مالك اليوم معصب اصاحبي عم كهربا بوحدك؟ خويا راه بالسيفه 15 يوم ما بنتش في القناه انا، هاد القناه ولات طالعه وما فيهاش البندل. صافي 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 تكالم. انا غندير الطب، انا غندير الهندسه من مورا 5 سنوات. الدكتور ستون، الدكتور ستون اخوتي من الانميات اللي زوينه وكتعطيك معلومات وكذا وهادي. فهمتي داكشي ديال الماط فيزيك سيونس كدا، واخا راه واحد الكلمه كنحاول نقراها ما قدرتش كاع نقراها، قالها في الحلقه اللي دازت هذه مؤخرا باش كان مع داك خونا اللي باغي يشرب كوكا، قالها بقيت بوحدي كنتهجا والو ما قدرتش نقولها كيفاش ترينا عليها العفو. خويا جمال هذا ولدي الياس حتى هو كيجلس كيتفرج فيك، حنا دبرنا عليها شي نهار غادي يشري الحبس. اييه انا وراجل انا وراجلي كيبقى يتفرج فيك. راك عزيز اخويا الله يوفقك. امين اخوتي امين. وصيا تبقاش تعطينا نصائح بالحب خويا. انا قناتي موجهه لجميع العائلات والافراد وسكان الفضاء والناس اللي كيميلوا ما كيطيحوش. هي راه ولات قرنات طويله قصير كتصلي دير فيها عميق دير فيها زعما عميق. دابا شنو معنيت طويله وقصير؟ فهمتي الا كان عقلك نقي بحالنا حنايا راه غادي تفهم داكشي اللي زوين، كان عقلك موسخ غادي تفهم باللي راه قصيره. كتصلي وزير قدامها ورده، انت كتصلي بعدا انت يا مسيطح جالس كتسنطح علينا، انت كتصلي صلي عاد انت بعدا ديك الساعه تقول المهم هما الاخلاق، المهم هما الاخلاق وفي الاخر دير لنا جادو دوك لي موديل وكذا. واخا بغيتي دايره الفورا علاش متفق معاك انا هنا؟ حيت انت عندك الباك في القوات سمعت. انشطه المدرسيه عندنا تعلموهم البني والحفير، عندهم تعلموهم الرسم وكذا. طبيعة الحال حيت عندنا الدراري كلهم غادي يخرجوا غيضربوا تمارق، وعندهم الدراري غادي يوصلوا للناصة، غادي تخاف تطلع بالتنمية التحتية. الواقع هو هذا خوتي، وراه قالوا الفيلسوف الربيع. هيا هيا لك اخويا. محسوسة بوحدك. يا ربي السلامة. علاش اخويا كاع كيشبهوك شي يكون حماق؟ علاش؟ تشتي الهبره تبارك الله. شنو هو؟ بارك هذا كان عندك في التليفون بقيتي بلا قرايه. انا كندخل شي مراك يا عمي، انا كندخل فري فاير نتفليكس انستغرام كندخل حتى شويه فيسبوك شويه واتساب يوتيوب انيم. بارك عليك بارك عليك هادو بارك عليك مزيان غادي غادي شي بعيد. فاتي فلوغ مشات تصيف بلا ربندز، وصلو خوتي ربندز ما صدقتيش يا فاتي. ياك الحائله ياك اسمي ولا يا خانزه.
زعما مع من خارجه ما كلشي شي بالو لا حول ما تخرج مع شي واحد مصدوم بحالي ولا بحالك ومن الفوق بقدر شي تسوى كي مقطع هو سروالهم تقو ولاقات فيها بالله حلاجتي صافي صافي برد 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 اللهم ارزقنا واياكم الزوجه الصالحه في الدنيا متاع وخير متاع الزوجه الصالحه ما شاء الله عرفتي متبعه في الانستغرام كنشوف اكثر من الوالد فراسي راه ديما كنشوفك حاضر الانستغرام الله راه خاصك تفهمني راه عندها واحد الايمان ما عمرني شفت واحد شي بنت عندكم الا بعدا في المدينه كامله خرج خرج كلثوم مش فاضيه اعاتبك في الساعه و 29 دقيقه دابا تحط انت ديسك فيه ساعه ماشي ساعه تحط ديسك مثلا فيه 10 دقائق يشعلوا فيك العافيه اخي يشعلوا فيك العافيه صاحبي قوم كله مزرو كله مزرو بغيتي تطلع فيديو فيديو كليب دقائق بحال داك الديسك اللي خرجنا حنا فهمتي ديسك ناضي اخوتي دخلوا تفرجوا فيه غنينا فيه الشعب يهربنا في النيفو وجوج دقائق وكذا وتقولك بنادم طويل شويه كذا بنادم مزروب وما عنده اصلا حتى شي لعبه ردوا بالكم الدراري بنت جيراننا خطبوها وعطاوها في الصداق مليون مشات حرقات به برافو 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 ما لقاش شي وحده تعطي فيا انا الصداق تما لدولة القاسم مبليين بك بزاف العز العز وتحيه لكل واحد مبلي بالقناه ديال جمال الفا وتحيه لكل واحد غادي نخرجوا عليه لبقى متبعنا مبليين بك بزاف ولا دازو غيفرحوا الخوت العز العز حاجه وحده غنطلب منكم اخوتي الله يرحم لكم الوالدين الا كنت عزيز عليكم بصح الله يرحم لكم الوالدين الله يحفظكم ركزوا في قرايتكم ديوها في قرايتكم اخوتي راه الا بقيتو كتفرجوا فيا وما جبتو حتى لعبه في الاخر غادي باك غيقول كي نسمع صوت جمال الفا غنفركعك الله يرحم لكم الوالدين ديروا مع اخوكم زوين وقيد دير جمال الفا في النهار وقرايه زيروا فيها خوتي تحيه لكم الدراري كلهم زوينين كنشوفكم اخوتي صافي حيدك منظار كيشبهك وي هي راه قبيله ضربت عليه يعني ملي غنوض شويه لحيه المنظار غيولي يدي لي شويه ها انتم عندكم جمال الفا في المدرسه اغلب المغربيات مدايرين الحجاب غير حيت شعرهم حرش كذبوني في حتى بهادي شنو الجواب ديالك في هادشي ماشي انا خاصني نجاوب شكون بغيتي يجاوب الجمهور هو اللي غادي يجاوب في الكومونتير انا كنقول ما كايناش هاد الهضره هادي فهمتي ماشي الغالبيه ماشي الغالبيه غير هي كاين الاقليه اللي كتبغي تشوه داك الحجاب فهمتي المهم اخوتي سالات الحلقه ديالنا انت ما كيدرتي عينك انا عويق انا ناضي ما عليك ما تلعب المهم اخوتي وصلنا 500 لايك سالات الحلقه